كنا كنتظروا الجديد اليوم، لان عندنا جلستين في الصباح وحده والعشيه وحده. ساعه تعبان لينا لان الجلسه تاخرت ل 23 شهر جوج ديال بعد ديال الصباح مع العشيه. الله اعلم، شوف ما عرفاش انا شنو غيوقع. ما وصلت فينا وليدي، وصلت باقي الملف غامض، باقي ما بان فيه حتى شي. حنا كنتسناو اللي غادي يجي ويهضر ويقول شي حاجه، كنتسناو اللي غادي يفرينا ويسالينا هاد الدعوه هادي. تقرر التاخير وتقرر، كانت عندنا نورمالمون كنا غادي نديروا مواجهه ما بين الرشداء والقاصر. بالنسبه للاصدقاء ديالو شنو فين وصلوا؟ الاصدقاء ديالو تيقولوا بلي حنا ماتلينا باوفر دوز، وبعد هاد التيكيته ديال الاوفر دوز باش ما تصابش تدير لها هكا ولا هكا، وراها راها حطيناها في الغابة وما ما عاودش رجعنا له باش الجوته ما تحصلش عليها، وباش السر يبقى مدفون، لان الجوته غدوي وكلشي غادي، الجوته غادي تدوي، والظرف ديال الزمن او المكان حتى هو غيدوي، لان ما قالولناش هادشي مع المعلمون لا بعيد الميلاد ولا حتى شي حاجه. هما كينكروا كلشي، ناكرين هي انهم كانوا كيمشيو شويه في هذا البحر وشويه في هذا البحر وشويه في هذا البحر الى اخره، كم زعما بحال الشباب كاملين، وهو مات لهم اوفر دوز وما تخلعوا من هذا وحطوه. هادشي اللي ما تيقبلوش المنطق، واستبعدوا البنت اللي كانت معاهم واللي دائما معاهم، لا هي واحد ولا واحده اخرى تايره في كندا، قالت لي بلي راه خدات واحد كيت سوفنير ديال صاحبتها اللي في كندا دابا، صابت مكتوبه فيه بلي التهمي حرقوه وقتلوه ومات ولاحوه في البحر. اذا واش هي بغات تقحم صاحبتها معاها او لا؟ لان كانت، لان بيان سور ديرا كانت في عيد الميلاد، او قالتها زعما حقيقه كاينه. مش احساس ديالك هذا الميل قرب يتسد ولا لا؟ باقي ما غادي يتسدش. ماشي سهل. عاوتاني سمعت بلي الهيئه غتبدل، الله اعلم، انا سمعتها في الكواليس. الا تبدلت الهيئه صافي ديال اون فاكومونسي من ديبار. القضاء كيف ما بغى يكون يتاجل ولا ياخر ولا يتبدل ولا تبدل الهيئه ولا اللي جا مرحبا، انا كنطلب تحقيق العداله.